فريق التقني للديوان الوطني للثقافة والإعلام تحضيرات لإقامة الحفلين الصغيرين يوم 28 و 29 ديسمبر بملعب تبسبس بلدية تبسبس، كذلك لنشاطين للأطفال يومي، كذلك يومي الأربعاء والخميس ابتداء من الساعة 2 ظهرا، أما السهرتين ابتداء من الساعة 8 مساء. النشاط والحيوية لفريق التقني للديوان الوطني للثقافة والإعلام ما شاء الله ما شاء الله. هذا الفريق الناشط لتنصيب المنصة افتح ندور من قبل الضوء. قلب